يا أهلاً وسهلاً، خلوا البساط أحمدي. شو قصة البساط الأحمدي؟ هذا بساط لرجل اسمه أحمد البدوي من مصر، من طنطا تحديداً، وهو نفسه صاحب القبر السيد البدوي المشهور في مصر. كان هذا الرجل بسيط مادياً، وما كان عنده في بيته سوى هذا البساط، كان يجلس عليه كل الضيوف اللي بيجوا، ومهما كان عددهم سواء واحد أو 100 كان يجلس على هذا البساط الصغير، والعجيب أنه كان يوسعهم بكل أريحية سهولة ومن غير أي تكليف. ومن هنا انطلقت مقولة خلي البساط أحمدي لتسهيل الأمور ووضوحها من غير أي تكليف وأي شكليات. فخلوا البساط أحمدي. وسلامتكم، حسام البدري.